اخواني في رادار، اتوقع باليوم هذا الرادار يصور 1000-2000 شخص. ليش؟ لان الناس يجهلون سرعه هذا الشارع. شفتوا انت جاي من عقبه العامرات داخل الى بوشر، عرفتوا الشارع الرادار هذا؟ هذا اتوقع باليوم الواحد يصور له 1000-2000 شخص. الناس ما يعرفون السرعة، السرعة يمكن من 60-80 فقط. بطي السرعة في هذا الشارع. نحن ننام فوق الفلاشات مال الرادار كذا. 2000-3000 شخص اتوقع باليوم من كثرة الفلاشات اللي يقومون من النوم. بلغوا اهاليكم. وانت جاي من عقبة العمرات داخل الى مسقط. هذا الرادار اللي قدامكم. سرعته بين 60-80. بلغوا الناس يا اخي مساكين ومريحين. احنا بعدين نبلغكم عشان تنتبهوا وتقرون اللوائح الارشادية اللي موجودة في الشوارع. سرعة 60 يعني 60. ولا الحبيب منتظره قازح في شارع منتظرك بس تمر. بطارية فل ما يرحم. بعدين اذا رحت تقدد تقيك الفاتوره مال المخالفات 3 ولا 4 متر وبكي بعد. ماشي راتبي صغير ومخالفاتي كثير. زين التزم. عندما تلتزم وتروح على اللوائح الارشاديه تعيش حياتك طبيعيه. الله يوفقكم وتردون الى اهاليكم في هذا الشوارع سالمين غانمين يا رب من كل اذى وكل مكروه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.